نحن الآن نتواجد على الشارع الرئيسي المؤدي لمخيم جنين، وبالقرب من مستشفى جنين الحكومي. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستمر بمحاصرة مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية وفي جنين كذلك الأمر. نحن نتحدث عن أكثر ما يزيد عن 12 ساعة متواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الدخول والخروج من المخيم ويفرض حصارا وطوقا أمنيا على مستشفى جنين الحكومي، حيث يعني خير المواطنين إما بالبقاء داخل المستشفى أو بالخروج من المستشفى، وذلك يتم من خلال فحص الهويات أو البطاقات الشخصية بالإضافة إلى التفتيش الشديد على السيارات والمركبات أو الدراجات النارية. هذه الأليات العسكرية المتواجدة في هذه المنطقة هي أليات احتلال إسرائيلي تفرض طوق أمني على المخيم، بالإضافة إلى ذلك تمنع من حركة المواطنين، وما زالت العملية العسكرية المستمرة. نتحدث عن 6 شهداء في مدينة جنين، 2 منهم استشهدوا خلال العملية العسكرية، حيث بدأت عندما تسللت قوة خاصة إسرائيلية في حدود الساعة 12 هذه الليلة، بالإضافة إلى 4 شهداء ارتقوا خلال قصف إسرائيلي لدى المركبة بالقرب من بلدة صير جنوب جنين. 6 شهداء خلال العملية العسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بشكل كبير جدا داخل المخيم، بالإضافة إلى منطقة الحي الشرقي، تدمير كبير وواسع في البنية التحتية وفرض طوق أمني كبير على المستشفيات، تحديدا مستشفى ابن سينا ومستشفى الدكتور خليل سليمان المعروف بمستشفى جنين الحكومي.